وصل لما هو عليه الآن. طيب احنا معانا على الهاتف المستشارة تهاني الجبالي، وهي أحد أعضاء حملة إنقاذ التمثال أو التمثال سخمكا. سيادة المستشارة مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك سيدي. أهلا بحضرتك. يعني حضرتك عضوة في حملة إنقاذ التمثال سخمكا، وفي تصريحات موجودة دلوقتي بتتناولها عدد من المواقع الإخبارية على لسان حضرتك أن حضرتك بتطالبي بإقالة وزير الآثار، هل ده حقيقي ولا لا؟ أو لو حقيقي إيه السبب؟ لا ده حقيقي، والحقيقة النهاردة وزير الآثار أضاف لي حيثيات اتهامه بالتقصير في المسؤولية السياسية، وربما أيضا بارتكاب مسؤولية جنائية تجاه عدم الحفاظ على هذا الأثر النادر، حين قال أنه هو خد أكثر من حجمه، وأن احنا خدنا كل الإجراءات، وأنه سخم كان زي بقية الأثار وإحنا بنحاول نسترجعه. حقيقة في مخالفات ومغالطات وردت دي على لسان وزير الأثار، هجملها في نقاط محددة. النقطة الأولى أنه وهو يتحدث في المؤتمر الصحفي السابق أسقط البعد القانوني في أحقية مصر في استرداد التمثال الفرعوني النادر إذا ثبت خروجه من مصر بشكل غير قانوني، وركز فقط على الالتزام الأخلاقي للمتحف البريطاني بأنه بيطلبوا بعدم البيع أو بيطلبوا بأن احنا هنشتريه، وطلب مننا أن احنا نعمل حملة للتبرعات ب 15 مليون استرليني خلال أسبوع عشان قبل المهلة المحددة من الحكومة البريطانية. حقيقة هذا حديث مستهتر بحق مصر في استرداد هذا الأثر النادر، خاصة وأنه السند لخروج هذا التمثال من مصر لم تتحرك الوزارة الآثار أمام طلب وزارة الخارجية المصرية اللي عمره الآن سنة بمكاتبات يعني متكررة كان يعلم بها السفيرة بدر عبد العاطي والسفيرة ألفة فرح مساعد وزير الخارجية، اللي طلبوا وزير الآثار وبإلحاح برفع دعوى قضائية في بريطانيا لإجبار متحف نورث هاملتون وصالة المزادات كريستيز اللي تحت ايديهم التمثال انهم يقدموا سند ملكيتهم ليه او سند وجوده. لا معلش لحظة لحظة سيادة المستشارة، يعني حضرتك بتقولي ان وزارة الخارجية بقى لها سنة بتخاطب وزارة الآثار عشان وزارة الآثار تتحرك عشان نسترد سخمكا؟ نعم، والوزارة ما اتحركتش، مكاتبات رسمية تجاهلها الوزير وتعامل معها باستهتار ولم يتقدم للإجراء اللي كان مطلوب أنه يتخذ من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الآثار برفع الدعوى أمام القضاء البريطاني لإجبار من بيدهم التمثال لتقديم سند ملكيته، لأنه عدم تقديم السند معناها أنه خرج بشكل غير شرعي ويستحق أن يعود لمصر بدون قيد ولا شرط، وهذا هو الإجراء الذي نتهمه بالتقاعس في اتخاذه، لأنه كمان لما يجي قبل المهلة الممنوحة لينا لمدة عام بأسبوع فقط واللي بتنتهي في 28/8 ويقول ان احنا طالبين انه يبقى في حملة تبرعات ب 15 مليون استرليني عشان نعيد شراء التمثال، فهو في ذلك بيطفي شرعية لبيع غير شرعي. وبعدين هو يعلم جيدا ان الحكومة البريطانية اعلنت شرط انه في حالة اعادة بيع التمثال لن يخرج من بريطانيا، فهل هيشتري السيد الوزير التمثال عشان يبقى في لندن وبأموال مصرية ونبقى احنا نروح نحج عشان نشوفه؟ والحقيقة انا مستغربة جدا لمسلك الوزير. لا يعني حضرتك بتقولي كمان ما يقال فيه انه استهتار وفي تسهيل اهدار للمال العام وتسبب في ضياع اثر نادر، وانا اعتقد انه منصبه السياسي نفسه على المحك، لانه بهذا يسلك مسلك يتجاهل فيه عن عمد واجبه تجاه هذا الاثر تحديدا. احنا مش بنتكلم على انه بيفتتح معارض وبيفتتح يعني كل الكلام اللي بيتقال ده لوحده ده واجبه كوزير، انما هذا الاثر تحديدا في تفريط فيه بدلا من مسانده الجهود اللي بتبذل. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه خطيره جدا، هو معلن بالدعوه التي رفعناها نحن كمواطنين امام القضاء المصري ومحدد لها جلسه 11/9، وبهذه التصريحات اللي بيدلي بيها كل يوم ويسبب فيها ارتباك حتى للحق القانوني امام القضاء، انا مش عارفه ازاي يرتكب هذه الجريمه في ضربه استباقيه حتى للقضاء المصري ان يساند محاولات وجهود وطنيه مصريه في الداخل وفي الخارج في بريطانيا، ومن مواطنين بريطانيين كمان بيساندوا هذا ان يعود هذا الاثر لمصر. طيب عايز بس هذا المسلك ايضا عايز تصرف غير مسؤول. استغل اهتمام حضرتك بهذا الموضوع واستفسر، لان حسب معلوماتي ان سخم كا كان خرج من مصر يعني من 150 سنه تقريبا، وكان هديه
من محمد علي باشا لأحد النبلاء في بريطانيا، وبالتالي لو خرج الحقيقة حقيقة المعلومة مش دقيقة، لأنه التمثال خرج من مصر بين عامي 1849 و1850، أي بعد صدور المرسوم الملكي من محمد علي باشا سنة 1835 اللي بيقضي بمنع خروج الآثار بدون إذن تصدير وموافقة ملكية. وإحنا طلبنا من السيد الوزير أن يبحث وأن يقدم لنا ما يفيد، هل خرج هذا التمثال بإهداء في هذه المرحلة وفي سند تصدير له؟ فلم يتقدم بأي شيء لا لوزارة الخارجية ولا للجهود الشعبية التي تبذل. ثم في نفس الوقت حين طلبناه إذا لم يكن لديه ما يفيد ذلك أن ينقل عبء الإثبات كما يحدث في كل أثر مهرب، أنه ينقل عبء الإثبات لمن يدعون ملكياته في الخارج، وهذا كان سبب طلب ملح من وزارة الخارجية المصرية له برفع الدعوة القضائية أمام القضاء البريطاني، وقد تقاعس عن ذلك لمدة سنة حتى اقتربت المهلة اللي منحتها الحكومة البريطانية لنا لاتخاذ الإجراءات لأننا لم نتخذها. طيب بالمناسبة كل دي مستندات الوطنية المصرية. أنا هستأذن حضرتك، إحنا عندنا وقفة يوم السبت القادم أمام السفارة البريطانية، خدنا موافقة وزارة الداخلية عليها. لا وقفة احتجاجية مش محتاجة تصريح، اتفضلي يا فندم. لتقديم طلب للسفير البريطاني وللحكومة البريطانية، أرفع الحكومة البريطانية لمد المهلة لمدة سنة لتمكين مصر الدولة من استرداد هذا الأثر، ونتمنى في هذه الحالة ألا يخذلنا السيد الوزير فيقول لهم إحنا مش عايزين مد المهلة. طيب كل اللي حضرتك قلتيه من تجاوزات وتخاذل ده موجود في الأوراق بتاعة القضية المرفوعة من حضراتكم ضد وزير الآثار. بالتأكيد، لأنه إحنا رفعنا القضية قصاد محكمة القاهرة برقم 3156 لسنة 2015. تمام. تم إعلانه بها بجلسة 11/9 وكذلك أعلن سفير بريطانيا في مصر بصفته ممثل المملكة البريطانية. تمام. فإحنا واختصمنا فيها صالة المزادات، واختصمنا فيها صالة العرض اللي يملكها أحفاد اللورد هاملتون. تمام. بالمناسبة اللي حرك الموضوع، أنا عايز أقول حضرتك المعلومة دي إنها مهمة جدا. الحركة الموضوع في بريطانيا انه في مجموعة من كبار الشخصيات في بريطانيا عاملة رابطة بتراقب فيها الآثار التي يتم بيعها في المزادات. فلما عرفت بالمزاد المعروض في هذا التمثال طلبت من الصلاة أن تبرز لها سند الملكية. فلما أبرزوا السند لهم أن في مجموعة آثار مدرجة وليس من ضمنها هذا التمثال. عشان كده احنا بنقول أنه الحكومة المصرية لازم تبذل الجهد الحقيقي صحيح. من أجل إثبات خروجه بشكل غير قانوني علشان نبقى لنا حق استرداده من غير ما ندفع فدية زي ما طالب مننا معالي الوزير اننا ندفع 15 مليون استرليني عشان نشتري التمثال اللي هو في الأصل ملك للشعب المصري صحيح. لأنه ما فيش حد تاني عنده حضارة فرعونية غير الشعب المصري أعتقد. صحيح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المستشارة تهاني الجبالي أحد أعضاء حملة إنقاذ التمثال سخمكا.